السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في قناتي وصفات زينة. الطريقة الثالثة لإعداد السامبل هو طحن المكونات المكونة للسامبل دون تكشينها أو شويها، بل إبقاء المكونات طازجة كما هي، فنتمتع بمكونات السامبل الطازج ومقدار عالي من فيتامين سي والفيتامينات الأخرى والأملاح التي لم تطرأ لها أي طبخ أو تعديل. وصفة اليوم: سامبل بنكهة بلاتشان أو شريم بيست. والعمل ذلك نحتاج إلى الآتي: نقص أنواع الفلفل الأحمر الحار إلى قطع وسط، كفلفل السيرانو وفلفل عين الطائر التي تعطي الحرارة للسمبل. كما نختار الفلفل الأحمر الحار من الحجم الكبير، وعادة يكون متوسط الحرارة مقارنة مع أنواع الفلفل الأخرى. وكما قلنا سابقاً، يراعى عند اختيار الفلفل الأحمر الحار الكبير أن يكون طازج لحمي أكثر من أن يكون جلدي رقيق، كما نتخلص من حبوب الفلفل الأحمر الكبير. يمكن استبدال الفلفل الأحمر بالأخضر إذا كنت تفضله. نطحن الفلفل الأحمر المقطع في المورتر مع رش قليل من الملح ليسهل عملية الطحن، ولا بأس باستخدام البلندر أو الخلاط الكهربائي إذا كنت تفضله. لنحصل في النهاية على معجون الفلفل الأحمر الحار المكون الأساسي للسامبل. بعد ذلك يمكن إضافة أي مكون آخر تفضله. في هذه الوصفة نضع ملعقة طعام من معجون الروبيان المعروف بالبلاتشان أو الشريمب بيست للتمتع بطعم الأمامي المعروف الموجود في معجون الروبيان. نتبل الصلصة الحارة المكونة بعصير الليمون والملح وقليل من السكر حسب الرغبة. تصر الأسر في البيوت إعداد السامبل طازجة قبل لحظات من تقديم الطعام واستهلاكها لضمان نضارة ونكهة المكونات. يمكن الاحتفاظ بباقي السامبل في الثلاجة لمدة يومين، ولكن الاحتفاظ بأكثر من ذلك سيتغير الطعم، وخاصة إذا كان من ضمن المكونات البصل الطازج.
يقدم سامبل بلاتشان مع الخضروات الطازجة أو المسلوقة أو المطبوخة ببخار الماء، ويقدم مع وجبات الطعام كمقبلات تزيد من متعة تناول الوجبات. أعزائي المشاهدين، آمل أن يعجبك هذا الفيديو. لا تنسى عمل لايك وشير مع أصدقائكم، وتواصلوا معي في السوشيال ميديا الظاهر أمامكم. وإذا عندك أي استفسار لهذا الفيديو فاكتب في الكومنت وسيصلك ردي حالما أقرأه. وترقب الفيديو كل أسبوع باشتراكك في قناتي والضغط على زر الجرس. وإلى أن يحين ذلك الوقت، استمتعوا بالطبخ.